السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل الجزء الثاني وهنشرح فيه كيفية التقديم لمنحة حكومة إيرلندا، وكنا سابقا اتكلمنا عن المنحة دي وشرحنا كل تفاصيلها ومميزاتها، وهتلاقوا كمان التفاصيل في فيديو سابق، وهحط لكم الفيديو ده كمان في صندوق الوصف أسفل الفيديو. تمام، بس قبل ما نتكلم عن شرح كيفية التقديم احب اوضح لكم ان احنا قناة منح من كل الالوان، عرضنا فيديوهات كتيرة جدا ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، امريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر للخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا من خلال عملية التقديم والقبول، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة والتقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك حاجة جديدة من القناة بتاعتنا، يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوي كمان نجمع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة، هتلاقوها برضو موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن كيفية التقديم لمنحة حكومة إيرلندا. طبعا زي ما انتم عارفين المرة السابقة لما شرحنا في المنحة كنت قلت لكم ان في موقع للتقديم، وكنت عرضت لكم في مقال الشرح، وده الموقع للتقديم للمنحة. تمام، هيظهر لك بالشكل ده. طيب انت كمستخدم جديد لأول مرة المفروض هتعمل ايه؟ انت ما عندكش ايميل ولا باسورد على موقع الجامعة، تمام، يعني على موقع المنحة، ده موقع منحة حكومة ايرلندا. طيب المفروض هتروح للجزئية دي اللي هي registration page، انك هتعمل عملية تسجيل الاول على موقع المنحة. لازم انك تعمل الاول اكاونت وتكتب فيه بياناتك، فهنا بيطلب منك بعض البيانات الاولية زي تختار التايتل، تمام، تختار تاريخ الميلاد، تكتب الاسم الاول ليك، اسم العائلة، تحط الايميل بتاعك وتحطه يعني صح عشان هتوصلك عليه رسالة فيها اليوزر نيم وفيها الباسورد، تكتب عنوانك الحالي، المدينة، الدولة، الجنسية، وبعد كده تعمل سبميت. تمام كده. طيب انت عملت الفورم دلوقتي ومليت الفورم ده وضغطت سبميت، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل لما انت بتعمل الفورم بتوصلك رسالة على الايميل بتاعك، الرسالة دي بيكون فيها الباسورد، تمام؟ فانت هتحط الايميل بتاعك اللي انت كتبته في الفورم وتحط الباسورد اللي وصلك على الايميل، تمام؟ وبعدين تضغط على كلمة لوجين، تمام كده؟ طيب لما انا اضغط على كلمة لوجين ايه اللي هيفتح معايا؟ هيفتح معايا الابلكيشن بالشكل ده. ده الابلكيشن اللي هيفتح معايا، تمام، دي واجهة الابليكيشن، هتلاقي كذا سيكشن هنا، تمام. طيب انا عايز اوريكم ازاي او ايه التفاصيل المطلوبة داخل الابليكيشن. انا كنت عملت واحد سابقا بس هفتحه لكم اوريكم ايه الاجزاء المطلوبة فيه. هروح لدرافت ابليكيشنز اللي هي يعني ابليكيشن انا كنت عملته سابقا، وهنا بيقول لي على البوست جراديويت اللي هي منحة حكومة ايرلندا، جفرنمنت اوف ايرلاند، تمام، دي المنحة، وهضغط على ايديت، تمام، ده بس عشان انا اوريكم ايه الاجزاء اللي موجودة جوه الابليكيشن. فده الابليكيشن كاملا هيفتح معاك بالشكل ده، وهنا انت بتلاقي في الابليكيشن كذا سيكشن انت محتاج تجاوب عليه. فاول حاجه هنا اوفر فيو اللي هو يعني زي نبذه عامه كده عن الابليكيشن، تمام، انت محتاج هنا تكمل في بيانات ناقصه محتاج انك تكملها، تمام كده، زي تختار مثلا ان هنا تختار ان في الابليكيشن ان الابليكيشن ده بتاع الحكومه نفسها، فانت بتختار انك عايز تقدم للمنحه، فبتيجي بتختار هنا Government of Ireland Post Graduate Scholarship، تختار دي اول حاجه خالص عشان تحدد انك بتقدم على منحه حكومه ايرلندا، تمام كده. وبعد كده بتحط بقى بتختار المؤسسه، هنا في الجزئيه دي المؤسسه زي ما احنا شرحنا سابقا في المنحة، قلنا فيها جامعات كتيرة مشاركة، فانت بتختار الجامعة المناسبة من الجزئية دي وبتضيفها، تمام كده. طيب بتحط بقى طبعا لو مثلا انت اخدت خطاب قبول من الجامعة دي، لو مش معاك خلاص بتسيب الجزئية دي فاضية، تمام كده. طيب هنا دي طبعا بيقول لك حدد الجنسية بتاعتك وما إلى ذلك، هل أنت من داخل الاتحاد الأوروبي أم من خارج الاتحاد الأوروبي، كل دي أسئلة أنت بتجاوب عليها. بعد كده بتخش على الجزء اللي بعده، تمام، وفي الجزئيه دي هنا بيكلمك على ريفير ديتيلز اللي هي التوصيه، تمام، هم زي ما قلنا طالبين توصيتين على الاقل، فالتوصيه هنا لازم تحط بيانات الاشخاص اللي عملوا لك التوصيه وتكتبه. طيب بعد كده بتخش على الخطوه اللي بعدها اللي هي تراك ريكورد
اللي هي بالنسبه بقى انت بتحط خلفيتك التعليميه السابقه. يعني انا دلوقتي مثلا مخلص بكالوريوس مقدم على درجه الماجستير، فحط انا المؤسسه اللي انا اتخرجت منها كانت مؤسسه ايه، تمام؟ لو يعني هنا بيقول لك دي مؤسسات داخل ايرلندا، فانت ممكن تختار اذر، تمام؟ وبتكتب بقى اسم المؤسسه والدوله اللي انت اتخرجت منها لو انت اتخرجت خارج المانيا، خارج ايرلندا عفوا، تمام؟ فبتحط المؤسسه اللي انت اتخرجت منها، بتكتب تاريخ التخرج وما الى ذلك، تمام؟ بتكتب الدرجه النهائيه اللي انت حصلت عليها، لو معاك 2 بكالوريوس بتكتب البكالوريوس ده، لو انت مثلا مقدم على الدكتوراه يبقى لازم انت تحط بيانات البكالوريوس وبيانات الماجستير، كل البيانات دي لازم تحطها. بعد كده بتخش على الجزئيه اللي بعدها البيرسونال ستيتمنت، وهي خطاب النيه او الخطاب الشخصي. هنا بقى مطلوب منك فيه بعض الاشياء لازم تتكلم عنها في الخطاب ده، ليه عايز تنضم للمؤسسه دي، ايه هي مهاراتك، ايه هي طموحاتك المستقبليه، فانت تجاوب على كل الاسئله في المقال ده، تمام كده؟ فتبدا انك تجاوب عليه وتهتم بهذا المقال لانه برضو من عوامل القبول في المنح. بعد كده بتخش على الخطوه اللي بعدها بعد البيرسونال ستيتمنت، عندنا في حاجه اسمها تريننج اند كارير ديفلوبمنت، اللي هي بيكلمك بقى هنا عن الخبره بتاعتك في العمل، ومثلا لو انت معاك يعني كورسات كل الكلام ده، تمام؟ برضو هنا لازم تبين نيتك من اهميه الانضمام الى المنحه وانها ازاي ممكن تطور من مهاراتك. بعد كده بتخش على بروبوزد سيرش، تمام؟ اللي هو بقى بالنسبه للابحاث بتاعتك، يعني انت مثلا مهتم انك تطور من نفسك، من انك مثلا التجارب انك هتعملها هناك، كل الاشياء دي لازم تجاوب عليها، تمام؟ هنا دي الحاجات المجالات اللي انت مهتم تدرسها، هنا البروبوزد ريسيرش المجال اللي انت حابب تدرسه، بتختار طبعا السكشن، وبعد كده بيظهر لك السب تايتل، تمام؟ مثلا لو اخترت كيمستري بعد كده يظهر لي السب تايتل، بختار ايه هو الديبارتمنت اللي انا عايزه بالتحديد، تمام؟ هنا الابستراكت زي بتعمل بروبوزال كده بتحط عليه الابستراكت، تمام؟ وهنا الديتيل، الديتيل بروبوزال اللي هو الخطاب الريسيرش نفسه، المحتوى بتاع الريسيرش نفسه، يعني انت بتعمل خطه بس بتحط الاهداف بتاعت الريسيرش اللي انت عملتها، تمام كده؟ طبعا دي اسئله عن البحث، جاوب انت على كل سؤال من الاسئله دي على اساس البحث اللي انت عامله. يعني مثلا انت مقدم على الطب مثلا، انت عايز تدرس طب، تمام؟ فبالتالي انت بتكون عامل خطه بحث وبتجاوب على الاسئله دي اللي هي اصلا بناء على خطه البحث اللي انت عاملها، تمام كده؟ وهنا الابلكيشن ديكلاريشن اللي هي الموافقه بقى، انك خلاص بتوافق على كل التفاصيل والمعلومات اللي انت حطيتها، وبعد كده بتضغط على كلمه سبميت ابلكيشن، تمام؟ طبعا مرحلة الدوكيومنت اضافة الوثائق الخاصة بالشهادات التخرج بتاعتك ما الى ذلك، كل الاشياء دي بعد لما انت بتعمل سبميت ابلكيشن بيكون في خانة تانية فبتقدر تضيف عليها كل الاشياء الخاصة، تمام كده؟ فده بالنسبة لشرح عملية التقديم في المنحة وكل التفاصيل، تمام؟ وهي منحة كويسة جدا، مش محتاجة منك اي شهادة لغة حاليا، كل يعني المميزات والتفاصيل كمان شرحناها في الفيديو السابق، وهتلاقوا الفيديو ده موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. فان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في هذه المنحة، وما تنسوش ان اخر ميعاد ليها هو 29 اكتوبر 2020، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.